أهلا بحضراتكم من جديد. الفقرة الحوارية في حلقة الليلة في غاية الأهمية كما قلت قبل الفاصل. هذه الفترة فترة اختيارات، والاختيارات صعبة جدا جدا كما نقول في المثل، اتحيروا خيروا، خاصة أنه التنسيق لم يعد له الكلمة الأولى والأخيرة. التنسيق توارى بعيدا بعد ظهور الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، الجامعات الأجنبية، أنماط كثيرة من الجامعات أصبحت موجودة فحلت الكثير من الأزمات. فيما مضى كان التنسيق يعني قادر على أنه هو يبني حالة من الفرح في أسرة، يبني حالة من الحزن في أسرة أخرى، لكن توسع في أنماط التعليم والتوسع في الجامعات، وجود مناهج جديدة وأقسام جديدة، كل هذا أدى إلى أنه الجميع متاح أمامه الكثير من الخيارات، لكن كيف يختار؟ والأسر توجه أولادها وأبنائها بشكل صحيح، ده لغز وعلامة استفهام كبيرة. هذه الفقرة وفي فقرات إن شاء الله تبقى مماثلة، عشان الهدف نقطع الطريق على هؤلاء الذين يزعمون أنهم خبراء، اللي هم سمسرة التعليم، وفي نصب كثير جدا على أولياء الأمور. اكتشفنا أن في معاهد وفي أكاديميات ليس لها أي أرضية رسمية أو قانونية، بتمارس نصب على الناس وبتمارس تضليل للرأي العام. وشرحت قدام حضراتكم وقريت قدام حضراتكم أكتر من 100 أكاديمية و100 معهد غير مرخص وغير معترف به، وبيضحك على الناس في هذا الموسم. فده موسم اصطياد الناس الغلاب، ده موسم اصطياد الناس اللي مش عارفة. عشان كده هدف الفقرة دي انك تعرفوا. خلينا نرحب بالسادة الخبراء والأساتذة الأجلاء اللي شرفوه النهاردة. دكتور أسامة عبد الرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية. دكتور أسامة أهلا وسهلا بحضرتك، مشرفني ومنورني، وأعتقد دي التقينا قبل كده، وكان طبعا الكلام النهاردة بقى بنحط نقط على الحروف في هذا التوقيت الحساس. أنا بشكرك جدا على تشريفك دكتور أسامة. شكرا لحضرتكم. دكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر المعلوماتية. دكتورة ريم مشرفاني ومنوراني، وإن شاء الله بإذن الله يعني نيجي زيارة منتظرة. أنا منتظر زيارة الجامعة عندكم، واتكلمنا قبل كده على دور الجامعة وأهميتها، والناس شافت وناس تواصلت معايا على أهمية إزاي نروح إزاي نتواصل. إن شاء الله حضرتك تشرح النهاردة للسادة المشاهدين. دكتور أشرف نيجل رئيس جامعة السويس، دكتور أشرف مشرفني ومنورني، ويعني إطلالة على جامعة السويس والكليات اللي فيها والبرامج الجديدة، أعتقد هيبقى الحوار مثمر للسادة المشاهدين. وأخيرا دكتور شريف حماد الأستاذ بهندسة عين شمس وزير البحث العلمي الأسبق. دكتور شريف مشرفني ومنورني، أهلا وسهلا. أنا بدأت التعريف من هنا، هبدأ الأسئلة من هنا والكلمة مع حضرتك دكتور شريف. يعني في هذا التوقيت خريطة التعليم في مصر، خريطة الجامعات في مصر، وحالة من السيولة أو التوهان أو الوفرة، خليني معرفش أسميها إيه، لكن الناس تبدأ إزاي تقرأ الخريطة، حضرتك شايفها إزاي؟ هو يعني أنا أشكر حضرتك في الأول على توقيت البرنامج ده هوت، وحساسية الموضوع بالنسبة لعائلات كتيرة جدا. عائلات كتيرة جدا أهم حاجة بالنسبة لهم ابننا هيخش ويتعلم ايه الاربع سنين اللي هم او الخمس سنين او عدد سنين دراسة هيشكلوا الشخصية بتاعته بالكامل. الاختيار ده طبعا مهم جدا، ولكن لا يسبب يعني اضطراب، لا يسبب خوف اطلاقا، لان في عامل اول عامل مهم جدا يسألوا فيه ويتناقشوا فيه في حوار اسري، انت بتحب ايه؟ اول حاجه، اول سؤال ده، اول سؤال، اول سؤال انت بتحب، مش انا كولي امر بحب ايه، مش انا شايف ايه، لا الابنه والابنه شايفين ايه. في تحذير شديد جدا، دي اول سؤال، لان الاب والام ممكن يحملوا الابن بعض المسؤوليات اللي هي بدري عليها جدا، بعض نقول عليها المتطلبات اللي هم شايفينها نفسهم كانوا يعملوها في حياتهم وعايزين ولادهم عايز يعملوها. عايز احلامي في ولادي بالظبط كده، بالظبط كده. هو يعني ما ينفعش انا اكون عايز مثلا ان ابني يتعلم مثلا يعني هندسه، كليه هندسه مثلا، وهو ميال جدا للدراسه الادبيه. كيف
مع ان الدراسات الادبيه، وانا بقولها في الاول وانا يعني مهندس، الدراسات الادبيه كلها والاجتماعيه ليها اهميه خطيره جدا وبها تنهض الامم. فيعني اي شيء يحبه ابني انا هحطه رقم واحد، ده رقم واحد. نشوف بعد كده بقى القدرات بتاعته ايه، عشان في حوار اسري ونقتنع مع بعض انك انت ما تحلم به هو في قدراتك. يعني ما ينفعش يكون الحب او الحلم اكبر من القدرات اللي هو جزئيا بيعبر عنها المجموعة. المجموعة قدامنا كام؟ طيب التوقعات بتاعتنا ايه؟ التوقعات بتاعتنا يبقى في ترتيب معين انا بعتبره مهم جدا، هو الالتزام بالحق الدستوري للطالب في الأول، اللي هو التعليم المجاني اللي هي الدولة بتمنحه لأبنائها. فده أول اختيار. يا ترى ما تحلم به موجود في أحد الجامعات الحكومية؟ وبعدين أنا بتكلم مع ابني غير ما اتكلم مع بنتي، مع أن يعني ممكن البنت تتحمل أكتر من الولد، بس إحنا كعائلة بنكون غير ميالين لاختراب البنات، وحتى في اعتبار حكومات يعني جامعات حكومية كتير جدا اعتبارات معينة لاختراب البنات. فيبقى الموقع الجغرافي مع الاختيار بتاع الجامعة الحكومية بيحكم الكلام ده. تيجي بعديه على طول أنا في وجهة نظري الجامعات الأهلية، يعني ده بشكل عام زي ما حضرتك بتقول على الخريطة بشكل عام لو بنشوفها من فوق بدون الدخول في أي تفاصيل. الجامعات الأهلية حقيقة ليه أنا بقول الجامعات الأهلية قبل الجامعات الخاصة؟ لأن الجامعات الخاصة بتقوم بدور مهم جدا في العملية التعليمية، وده إحنا في نعمة من عند ربنا في هذه السنوات بما حدث في آخر 10 سنين من تنمية في مجال التعليم العالي في مصر. احنا كنا حوالي 24 و20 جامعة حكومية وخاصة، ما كانش في جامعة أهلية صحيح تقريبا خالص، يعني الكلام ده من 12 سنة. النهاردة احنا قربنا عدد الجامعات بتاعتنا من المئة الكلية، العدد الكلي. الإتاحة دي بتدي راحة بقى هنا وبدون اضطراب، إن شاء الله كل واحد هياخد تعليم اللي عايزه. طيب يعني آخر اختيار عندي اللي هو الجامعات الخاصة، اللي هو بيحكمها رقم واحد صحيح اللي بيحبه الطالب، ولكن في ميزانية يعني لكل أسرة بتتحكم في هذا الاختيار، والاختيار لازم يكون عائلي. يبقى في يعني صحيح موقع جغرافي زائد في ميزانية، وعنا تكون على ايه كمان؟ عنا تكون على المنح اللي بتقدمها الجامعات الخاصة دهيت، اللي هي بتساعد مين اللي بيدي المنح دي. هنلاقي جامعات ناشئة كتير وكليات ناشئة كتير صحيح. بتفتح الباب في الأول بتخفيضات تمام، عملت جذب للطلبة، فاحنا المفروض ننتبه ليه بالظبط تمام، وهذا في محيط العاصمة ومحيط الجمهورية كلها منتشر تمام. فيعني ده تمام. خلينا نروح للدكتور أشرف وجامعة سويس، وحضرتك توليت رئاسة الجامعة وبالتوفيق إن شاء الله. يعني كيف ترى كرئيس جامعة لها طابع خاص برضو الخريطة الجامعية في مصر بعد أن قامت الدولة بإضافة كل هذا العدد الهائل من الجامعات الأهلية وتطوير الجامعات الحكومية وفتح المجال لتنوع في الجامعات الخاصة والجامعات الدولية؟ الحقيقة أنا بحب أطمن أبنائنا الطلاب، بقول لهم كل سنة وانتم طيبين وألف مبروك حصولكم على الثانوية العامة، وإحنا جايين هنا عشان نطمنكم ونقول لكم إن مصر بخير، وزي ما قال الدكتور شريف إن في فرايتز وفي جامعات متنوعة علشان الطالب يختار. يمكن زمان كنا مثلا واحنا في الإعدادية نقول كان في 8 جامعات في مصر، النهاردة في أكتر من 100 جامعة ما بين جامعة حكومية وجامعة أهلية وجامعة خاصة وجامعة تكنولوجية وجامعات دولية. الحقيقة كل ده بيسري البحث العلمي في مصر. أنا بس عايز أتكلم على نقطة مهمة جدا وخطيرة، وهي مسمى كليات القمة.
أيوة. هذا موضوع مزعج. ده النقطة دي من أهم النقاط الثقافية اللي لازم تتغير. نعم مثال. صحيح. هذه النقطة هي محور اللي عايزينها تبقى محور تغير في تفكير الشاب والفتاة المصرية. كلية القمة ليست هي, مش عايز أقول حتى مسميات الكليات اللي احنا عارفينها, لا, كلية القمة هي الكلية اللي الطالب له رغبة وله استعداد أن يتفوق فيها. مش عايزين نقول ان كليات القمة بالنسبة لي, بالنسبة لي انا, مش بالنسبة للمجتمع. كل واحد عنده كليات القمة بتاعته, انا بحب كذا يبقى دي كلية القمة بتاعتي انا. نعم, القمة هي وصولك الى هدفك في التخصص الذي تريده ايا كان هذا التخصص, في الموسيقى, صحيح, في النحت, في الفن, في الرياضة, في الطب, في الهندسة. انا بقول الطب والهندسة في الاخر مع اني مهندس. الحقيقة انا قاعد مع كل مهندسين يعني اصدنا دي شوية ناس وبعدين مهندسين. لا لا لا, لا, لا. احنا قبلناها يعني. هذا المفهوم الحقيقة يجب ان يتغير عند كثير من الناس, بالاضافة ان هناك خريطة الوظائف تغيرت. في المستقبل القريب هناك بعض الوظائف سيتم إلغائها, وهناك وظائف سيتم استحداثها. صحيح. ده يجب ان الطالب الثانوية العامة دلوقتي يبقى عارف التخصصات اللي هتودي فين, سواء كان تخصص برمجة, ذكاء اصطناعي, نانو تكنولوجي. التخصصات الجديدة عليها اقبال شديد جدا, وانا اعرف ان بعض الجامعات زي جامعة زويل الحقيقة فيها بعض التخصصات اللي الطلبة بتتاخد منح وهم لسه في سنة ثالثة, ومنح دكتوراه, زي تخصصات النانو ميديسن او النانو فيزيكس. دي تخصصات مهمه جدا, وطبعا يمكن اساتذتنا المتخصصين في الذكاء الاصطناعي يتكلموا بعد كده على هذا الموضوع. اللي انا عايز اقوله ان الغاء كلمه كليات قمه, مفيش حاجه اسمها كليات قمه, كل التخصصات هي قمه وكلها بتخدم بعضيها. الحاجه الثانيه ارتباط سوق العمل بالتخصص اللي عايزه الطالب. أنا النهاردة بنعمل فيدباك على سوق العمل. إحنا مثلا في جامعة السويس عندنا بعض الكليات الغير نمطية, يعني في كلية اسمها كلية الثروة السمكية, دي موجودة في جامعة السويس, دي كلية غير نمطية. يمكن في 4 أو 5 كليات على مستوى مصر في هذا التخصص. أنا بدعو الطلاب, أبناء الطلاب, دي كلية قمة فعلا. اللي بيدخل هذا المجال ده بيدخل في مجال المصائد السمكية ومجال مصر دولة بحرية. بالظبط كده, مصر دولة بحرية بامتياز. نعم, ومحتاجين احنا للثروة السمكية جدا جدا في هذا المجال. في عندنا كل, معلش يا دكتور, اتفضل. فضول. نعم, بيدرسوا ايه؟ اقول لحضرتك الاستزراع السمكي ده من الحاجات المهمة, امراض الاسماك اللي بتسبب نفوق من امراض من الاسماك كثير بكثرة. في مشاكل في مواسم المصايد السمكية في السويس في جميع المواني. الكلية دي بتدرس هجرة الأسماك وأمراض الأسماك وزيادة الإنتاج الأسماك, وإزاي, ما هي الطريقة المثلى للمصايد. يعني زي ما واحد متخصص مثلا في طب البيطري, إنتاج حيواني, إنتاج دجيني, عندي برضو ثروة سمكية, لكن تعمل لها منهج لوحده لأنه إحنا محتاجين للمنهج ده. بالضبط. بالضبط. حضرتك في كليات ايضا غير نمطيه زي كليه هندسه البترول والتعدين. دي مشهوره جدا, دي عندكم دي الاساس. دي القاعده الاساسيه في السويس, بتاخد يمكن اعلى مجموع في علم الرياضه. والحقيقه تم استحداث ايضا برامج جديده فيها, زي برنامج الطاقه الجديده والمتجدده والغاز والنفط وخلافه, برامج جديده غير البرامج النمطيه اللي هي برنامج مثلا الحفر, برنامج تكرير البترول, برنامج اللي هو الماتيريالز. دي يعني انتوا ضفتوا الطاقه الجديده والمتجدده والغاز والنفط. والغاز والنفط, نعم, دي برامج جديده. كم واحد بتاخدوه في السنه تقريبا؟ هو من المفترض ان من المخطط ان احنا بناخد 100 واحد, 100 مهندس بترول كل سنه. لكن الحقيقه مع الضغوط في التنسيق واقبال الطلاب ممكن العدد بيزيد ل 300. احنا محتاجين احنا الفتره اللي جايه محتاجين. بالزبط. خاصه دخلنا في مشروعات ضخمه جدا بمئات المليارات فيما يخص الطاقه الخضراء. موضوع التخصص الغاز ده مهم جدا الحقيقه, في وهو يعني يعتبر تخصص جديد. اللي عايز اقوله لحضرتك ان عندنا كليه ارض ايضا غير نمطيه, بدعوا الطلاب الثانويه العامه, اللي هي كليه التكنولوجيا والتعليم.
دي كلية برضو غير نمطية موجودة في جامعة السويس، التكنولوجيا والتعليم، التكنولوجيا والتعليم، وفيها برامج هائلة جدا. دي 4 سنوات بتطلع تكنولوجي مش مهندس، وسوق العمل محتاج هذه النوعية من التكنيشنز. عندي مثلا هناك تخصصات زي دول هيشتغلوا بقى في بتاعت خدمات التعهيد. نعم، هم هو فني مؤهل او تكنولوجي مفهوم. يعني مثلا هناك على سبيل المثال تخصص معدات النفط والغاز، هو بيتخرج حد يعرف يعمل صيانه لهذه المعدات. وحد احنا خدنا في التعليم التطبيقي بالظبط، ده زي البرامج اللي موجوده في المانيا واليابان، شفتها انه الطالب بيدخل يشتغل وهو في سنه اولى، عنده منهجين، منهج تطبيقي ومنهج اللي هو الاكاديمي، عشان في النهايه يطلع راجل متخصص اسطى حقيقي بقى. بالظبط. ايوه. عندنا بعض البرامج الغير نمطيه زي موضوع الويلدنج او اللحام، اللحام تحت الميه، تكنولوجيا اللحام. الحقيقه الكليه دي بتطلع اسمها كليه ايه؟ التكنولوجيا والتعليم، لها مسارين. المسار الاول بتخرج تكنيشن او بتخرج فني متقدم 4 سنوات بكالوريوس، وده بيشتغل الحقيقه سوق العمل محتاجه بصوره كبيره جدا. المسار الثاني انه بيطلع مدرس في المدارس الثانويه الفنيه. تخصصات كهرباء وميكانيكا بس احنا عايزين نعمله مدارس بقى عشان يطلع ما يقعدش في ال بالظبط. ما يضيعش. ما يضيعش منها. فضل يعني هرجع لحضرتك، الكلام مهم جدا، باقي المناهج اللي هي غير نمطيه. نعم. وانا يعني هنتكلم فيه، بقول للناس، بقول للاولياء الامور وللشباب، بكالوريوس الثروه السمكيه، نعم، وبكالوريوس البترول والتعدين، دخلنا عنده غاز وعملنا طاقه جديده ومتجدده، وده مهم جدا جدا. كليه التكنولوجيا، وكليه التكنولوجيا والتعليم دي ارى في تقديري ان هي اكتر كليه هتطلع ناس مطلوبين، لانه هي ده المستقبل. بالظبط. خليني اروح للدكتوره ريم، وماذا لديك هذه المره واحنا مقدمين على فتره فيها اختيارات، والفترة الاختيارات فترة صعبة جدا. شكرا للدعوة الكريمة، ويعني بهني أبنائنا من جميع الشهادات سواء ثانوية عامة أو شهادات أخرى، لأن هم خلصوا هذه المرحلة وبيدخلوا المرحلة الجديدة اللي هي المرحلة الجامعية. وأنا متفهمة طبعا القلق أو الحيرة، زي ما حضرتك تفضلت وقلت، يعني اتحيروا إلى حد ما، لأني في فترة وجيزة جدا مصر أنشأت عدد كبير من الجامعات اللي هي بالفرايتي زي ما قلنا، أو اللي هي جامعات حكومية وجامعات خاصة وجامعات أهلية وجامعات تكنولوجية وجامعات الدولية، فبقى في أنواع كتيرة. فبقى ولي الأمر والطالب محتاج إن هو يدرس الخريطة دي كلها عشان يقدر يحدد الجامعة، زائد التخصص. التخصص الحقيقة أنا بتفق مع الدكتور شريف في أنه التخصص جزء منه سوق العمل واحتياجاته، إنما جزء منه قدرة الطالب نفسه واهتماماته الشخصية. يمكن أدي مثال، إحنا بيجي لنا الجامعة مثلا طلبة كلهم عايزين يدخلوا أمن سيبراني أو ذكاء اصطناعي، فإحنا جايين وعايزين ده عشان هم سامعين بقد إيه ده مطلوب وسوق العمل وتأثيره وهكذا. بنبدأ نسألهم بس بعض الأسئلة، الاختيار ده مبني على ايه؟ فهل مثلا هو بيختار امن سيبراني، هل هو قوي في الرياضيات؟ هل هو مدرك ان هو محتاج رياضيات قويه عشان يدخل مجال الامن السيبراني؟ هو مش هياخد كورس ولا اتنين، هو هيتخصص. فبرضو الوعي ده مطلوب ان هم يجوا يسالونا، وانا يعني اثق في ان ولادنا في السن ده بيعرفوا يسالوا كويس جدا. بالظبط. بالظبط. فده حاجه كويسه، بس لازم نلفت نظرهم انك لازم تدخل في التفصيل. موجوده معنا الامن السيبراني، مين اللي يخشه؟ قلتي كلام اسم كده براق. احنا قلتي ايه؟ هو احنا حظنا حلو ان الدوله اهتمت بان هي تنشئ جامعه تخصصيه في المجالات الحديثه دي، فاسمها جامعه مصر للمعلوماتيه، لانها تخصص المعلوماتيه بكل جوانبها. جامعه مصر للمعلوماتيه وليست المعلوماتيه. لا، انا بقولها للمعلوماتيه. لا يا فندم، العفو. هو ده على فكره ليها مغزى. ده جامعه مصر للمعلوماتيه، يبقى احنا جامعه متخصصه في كل التخصصات المعلوماتيه الحقيقه. فزي ما فيها هندسه، بس مش كل تخصصات هندسه، هندسه اللي ليها دخل بالمعلوماتيه زي هندسه الحاسب، الالكترونيات، الميكاترونكس، هندسه صناعيه، لاني باعتبار ان الثوره الصناعيه الرابعه طبعا متاثره تماما في مجالات اللي هي الحاسب والذكاء الاصطناعي الى اخره.
انما كمان فيها طبعا علوم الحاسب بقى بالتخصصات اللي انا قلتها دلوقتي، زي ما قلتها دلوقتي اللي هو الذكاء الاصطناعي بالظبط كده، والامن السيبراني، العلوم وهندسه البيانات، هندسه البرمجيات والتخصصات دي كلها، حتى برمجه الالعاب الالكترونيه دي برضو داخله. انما بقى احب بما اني اتكلمنا على التخصصات الشويه مختلفه اللي هي فيها دمج، ان في كليتين تانيين اللي هي زي كليه تكنولوجيا الاعمال، دي كليه بتخلط بين اداره الاعمال والتكنولوجيا، ودي مهمه جدا وموجوده هذه التخصصات عالميا، مش تاليف احنا عاملينه. فمثلا غير لما بتتكلم حضرتك على التمويل لازم يتطعم بالمعلومات الحديثه والمقررات والعلم الحديث من اللي هو بنسميه فينتك، اللي هو فينتك اللي هو تكنولوجيا التمويل، بنتكلم فيها على حاجه زي ما احنا عايزين وزير يطلع من الاستاذ عندكم ان شاء الله، عايزين وزير بسرعه بقى في التخصص الدقيق. والله اولادنا ماشيين كويس جدا. يعني حضرتك ممكن تتكلم على تخصص ثاني عندنا اللي هو بزنس اناليتكس او تحليل الاعمال. تحليل الأعمال ده هو استخدام أنواع مختلفة في التحليل، من اللي هو علوم البيانات ومن تعلم الآلة ومن الذكاء الاصطناعي في تحليل نتائج الأعمال، وبالتالي إزاي تتقدم بالأعمال لقدام، بس بتحلل بالأساليب الذكية التكنولوجية. فده بياخدوه ولادنا، فده تخصص ممكن يمشوا فيه. عندي كم طالب في الجامعة؟ عندنا حاليا 800، احنا بدأنا في 21. في التخصصات اللي حضرتك اتكلمت فيها دي تقريبا يا فندم كم كلية؟ عندنا 4 كليات. ايه هم بقى؟ فهي كلية تكنولوجيا الأعمال دي احد الكليات، كلية فنون رقمية وتصميم دي برضه، فنون رقمية وتصميم زي الفنون الجميلة كده زمان، بس بقى رقمية حضرتك. وبالتالي بقى وبالتالي يتعلموا فيها مش مجرد الرسم العادي، هو ازاي يستخدم بالظبط جرافيك ديزاين، انيميشن، الجيم ديزاين، تصميم الألعاب. عايزين منهم احنا دول في الإعلام كتير. الحقيقه ده من ضمن المجالات العمل اللي مفتوحه في الاعلام، في السينما، في مجالات المختلفه كتير، لان هنا الجانب الرقمي بالفنون بتاعته. وبالتالي لو هو فنان وهو عايز يعني عنده هذه الرغبه او عنده الموهبه دي، هنا بنوجهه للعلوم الحديثه اللي مطلوبه اللي سوق العمل طالبها باستخدام الفن بتاعه. ومن هنا عشان كده فنون رقميه، فهو بيدخل في العالم الرقمي بس من الجانب الفني، الفني والتصميم. دي كلية. كلية تانية اللي هي زي ما قلت إدارة الأعمال مع التكنولوجيا، اللي هو استخدام فعلا الذكاء الاصطناعي واستخدام تعلم الآلة واستخدام كل الديجيتايزيشن زي ما نقول، أو الرقمنة الحديثة، في إزاي يطبقها في الأعمال أو في إدارة الأعمال وينمي فيها بسرعة قوية جداً. ثم علوم الحاسب اللي هو كلنا بنتكلم عليه، اللي هو زي الذكاء الصناعي وهكذا، كلهم يعني بجد تخصصية يعني طبعا. لا و800 طالب عندهم، يعني في عندي 800 خريج ان شاء الله ان شاء الله كل هذه التخصصات، ده يثروا البلد كلها. خلينا نروح للدكتور اسامه بقى والذكاء الاصطناعي ومخاطر الذكاء الاصطناعي قبل فوائده. العالم بره بيتكلم على المخاطر، بيتكلموا على لانه هم سبقونا كتير جدا جدا، احنا لسه بنحبو في مجال الذكاء الاصطناعي حتى على المستوى الثقافي والمستوى اللي لما بنتكلم على الذكاء الاصطناعي في استخدامات بسيطه. لكن العالم اعتقد يعني اصبح الان بيعتمد على الاي اي بشكل كبير جدا في حياته وفي اقتصاده. حتى يعني اتكلمنا قبل كده مع سيادتك الامم المتحده السنه اللي فاتت في اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده، كانوا بيناقشوا بيدرسوا امكانيه وضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي. فهم بيتكلموا على المخاطر واحنا لسه بنتكلم على الفوائد، هنستفيد ايه؟ فاحنا متاخرين جدا جدا في الذكاء الاصطناعي. لكن وجود مناهج دراسيه وجامعات وكليات، وحضرتك احد يعني عمداء هذه الكليات، اعتقد ده كان نافذه جديده على عالم كان بالنسبه لنا في نوع من الضبابيه الشديده. يعني اطلعنا على هذا التخصص ونصائحك لابنائنا الطلاب، لانه كلمه انا في كليه الذكاء الاصطناعي حاجه براقه جدا للاولاد، انا في كليه الامن السيبراني او تخصص امن السيبراني حاجه براقه جدا، انا برضو اخشى من اولادنا يجروا على حاجات براقه ما يكونوش بيحبوها، هو بيدور على حاجه عشان يقول لزمايله انا في كليه كذا. لكن كلامكم هو اللي هيفرق مع الاسره في استخدام يعني المعلومات اللي عندكم لمسانده هؤلاء في اتخاذ قرار. انا طولت، اتفضل دكتور. لا اولا كلام حضرتك مهم جدا، وزي ما حضرتك تفضلت في البدايه
ان خريطة مصر نفسها بتتغير. بقى عندنا ابعاد كتيرة قوي، بقى عندنا ابعاد جغرافية، ان بقى في انتشار للجامعات مختلف بدل ما كانت كل الجامعات الخاصة وكذا متجمعة في القاهرة الكبرى وكذا، بقت على مستوى الدولة كلها والاهلية كذلك. بقى عندنا بعد ان التخصصات زي ما حضرتك تفضلت بقى فيها تخصصات نوعية جدا، ده ما كانش موجود قبل كده، ده بعد جديد برضو اتضاف للجامعات المصرية. عندنا بعد كمان ان بقى فيه اشكال مختلفة طبقا للدخل الاقتصادي المختلف، بقى فيه جامعات متدرجة في الاسعار من الى 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 للحد الخاص، وتأتي الاهلية في المتوسط. بقى عندنا شكل مختلف في نوعية التعليم اللي بيقدم، من تعليم نمطي وكذا وكذا إلى تعليم إلكتروني إلى تعليم عن بعد إلى تعليم كذا، كل الأنماط دي دخلت في التعليم. فبقى في بقى في أبعاد مختلفة كتير في خريطة مصر التعليمية اللي موجودة دلوقتي. الحاجة التانية، أنا شايف إن أكبر مشكلة بتبقى في الفترة اللي حضرتك تفضلت فيها دي، إن أولياء الأمور بياخدوا آراء أبنائهم، وده بيحصل دلوقتي لأن الأجيال الجديدة لا يمكن ما تاخدش رأيها، لان ثقافتها واطلاعها بقى واسع قوي قوي لدرجه ان لا يمكن ان هو ينكر، ولا يمكن انه يهمش، ولا يمكن انه ما يبقالوش راي في الاجيال الجديده دي. ممكن اجيالنا كان يتعامل معها كده، لكن الاجيال الجديده لا يمكن لان اطلاعهم واسع. لكن الغلطه اللي بتتعمل ايه؟ ان انا بجيب واحد بقول له تحب تاكل سوشي ولا مارون جلاسيه ولا تاكل بيكاتا، وهو ما شافش الثلاثه ولا دقهم ولا يعرف هما ايه. ايوه، فأنا النهاردة لازم أجي للشخص ده أعمل له تغذية الأول، التغذية دي تسبق إن أنا أقول له قرارك إيه. أنا أجمل أولياء أمور بشوفهم في حياتي اللي أنا شفتهم خلال العشر أيام، واللي في كل سيزون بشوفهم في نفس التوقيت، اللي بيبقى جايب ابنه وبنته جاي لي وجاي يقول لي كذا كذا، الكلية عندك دي فيها إيه وكذا إيه، وبيوصل لحد الاطلاع على اللوائح والمواد اللي بتدرس، وبيخلي ابنه يشوف كل حاجة وبنته تشوف كل حاجة رؤية العين. انت النهارده بعد ما نتيجه الثانويه عامه ظهرت، السكوب بتاعك بقى محدد قوي، بقيت عارف ان يا اما يا اما يا اما يا اما، انحصرت في اربع اختيارات في خمس اختيارات، اللي انت عارف بحكم الاستقراء اللي اولياء الامور والطلبه بيبقوا عارفينه، انا هاجي في واحده من دول. طب ما تبص على دول شوفهم ايه، روح بابنك كده وريه الدنيا، ببنتك وريها الدنيا، خليه لما ياخد قراره زي ما الواحد من البنت والولد لما بيروحوا يشتروا لبس وكذا بيلف على كله ويعمل تغذيه بصريه، دي تغذية عقلية الأول عشان لما ياخد ديسيجن يبقى عنده. النقطة الثانية، حط له بارامترز للاختيار كأب وكأم ناضجين. البارامترز أو المعايير دي للاختيار دي وضعها إيه مستقبلا، وضعها إيه من حيث الدخل، وضعها إيه من حيث القدرات، وضعها إيه من حيث الوقت اللي لازم للانتظام والمذاكرة، وضعها إيه للقدرات، وضعها إيه، يحط له مجموعة معايير، يبقى غذي الذهن بالمعايير وغذي المخ بالمعلومات وسيبه، هياخد احلى قرار في الدنيا. التخصصات الجديده حضرتك تفضلت بيها بقت محيره اكتر، ليه؟ لان كميه الغموض فيها اكتر لانها جديده. صحيح. فانا النهارده لما اجي بيجي لي دلوقتي اولياء امور ابني جاب 94 وعايز يدخل ذكاء، وانا مستخسره انه ما يدخلش طب، وذكاء بتاخد من علم علوم، طب ما دخله هنا ولا دخله هنا، طب وضعه ايه، طب كذا. السنه اللي فاتت جالي اتنين جايبين امتياز في السنه الاولى من طب وعايزين يحولوا ذكاء اصطناعي، ودي قعدت معاه يا ابني ده انت رحت كليه واثبتت انك قادر تجيب امتياز فيها، طب ايه، اصل انا شايف ان الطب كله شايف حضرتك الاجيال عامله ازاي، رايح ناحيه البيرسوناليزد ميديسن او الطب المخصص اللي قايم على الذكاء الاصطناعي، فانا ازاي، ده حلينا له مشكلته ان احنا دخلنا جوه كليات الطب مناهج من الذكاء الاصطناعي درست السنه دي، ما انا اشبعه، هو الكليه دي مش معموله، هي الذكاء الاصطناعي لا قيمه له لو لم يطبق في كل المجالات. صحيح. في الدنيا. صحيح. فانا النهارده حطيته هو اداه من الادوات بالظبط، حطيته جوه اسنان، حطيته جوه طب، حطيته جوه كل البرامج، واللي عايز وموهوب في الحته دي قوي وعايز وابداعه في الحته دي قوي بيجي للحته دي قوي، وبيبقى عارف ان مواهبه في الحته دي قوي. انت عندك كم طالب يا دكتور؟ انا في الدفعه 400 وشويه، في اربع دفعات بقى حضرتك اضرب يعني هيبقى 1600 دلوقتي. يعني بيشتغلوا فين؟ بص حضرتك احنا عندنا اربع اقسام، الاربع اقسام دولت التخصصات بتاعتهم قايمه على ان بقى في شكل مختلف من
الحاجات موجودة في السوق تستلزم دراسة بينية ما بين دمج ما بين الهندسة وما بين الحوسبة. يعني اللائحة عندي في كلية الذكاء الاصطناعي 40% من موادها هندسية و 41% في موادها حوسبية. لأن حضرتك مثلا الروبوتات، انترنت الأشياء، الإمبيدد سيستم أو الأنظمة المدمجة بتستلزم جزء هندسي. ما هو الروبوتس ده هيبقى فيه محركات وتحكم ده هندسي، وجزء برمجي وهكذا. فالكلية هجين ما بين الكليتين، والقائم على التدريس فيها أعضاء التدريس من الهندسة، أعضاء التدريس من الحوسبة. فبدي الفكرة دي للطالب عشان ساعات هو بيبقى جاي متحير، طب أروح هندسة ولا جيلك؟ طب ما أنت ممكن الجزء الهندسي يشبع هنا لو أنت بتحب ده وحابب جنبه البرمجة. طب هو هيعرف منين لو ما جاش وعرف فيه إيه في اللوايع؟ عشان كده أنا بقول التغذية دي. هو المفروض الخريج عندك جاي من علم رياضة المفروض، أو علمي علوم، يعني علمي بشكل عام، علمي بصفة عامة. وعندي أربع اختيارات قدام: ادخل ماشين انتليجنس اللي هو أصل الالجوريثمز بتاعت الذكاء الاصطناعي بقى، والماشين ليرنينج والديب ليرنينج وكل ما يخص، كل ما هو مسمى دارج جدا للذكاء الاصطناعي هيدخل ده. وفي قسم داتا ساينس اللي هو علوم البيانات، بصفة ان البيانات بقت اكتر حاجة في الدنيا موجودة دلوقتي واكتر طبعا. وهو في حاجه عند الدكتور ريم برضو طبعا البيانات. اكيد اكيد ده المعلوماتيه يعني، فحضرتك احنا بنتكلم في الصلب الدنيا كمان هنا. وطبعا ده ادراكا من الدوله كلها ومن كل الناس ان المعلومات بقت هي هو النهارده جوجل وفيسبوك وانستا واكس وكل دول عندهم ايه بيبقوا معلومات صحيح، فهم ده اغلى حاجه دلوقتي موجوده. وعندنا اقسام السايبر سيكيورتي، والسايبر سيكيورتي دلوقتي لا يمكن من غير ذكاء اصطناعي ان يبقى في سايبر سيكيورتي، لان كل الهجمات واكتشاف الهجمات والرد على الهجمات وكسر كل ده بقى قايم دلوقتي على AI، لانه ما بقاش ينفع انه يشتغل من غير كده، وما بقاش ينفع يشتغل على ماشينز عاديه، لازم الماشينز الكبيره بتاعه AI اللي هي بيسموها فائقه القدره او الهاي بيرفورمانس كومبيوتنج يونتس. وقسم ثاني اللي هو انتليجنت انجينيرنج سيستم، ده اللي بنقول بقى اللي هو هيبقى ماسك الانظمه اللي موجوده جوه العربيات وجوه التلفزيونات وانترنت الاشياء والروبوتات وكل الحاجات اللي فيها انظمه هندسيه ذكيه. فده وطبعا تخصص من سنه اولى، فالطالب اللي بيجي لك ده لازم تقعد سايبه شويه فلوتنج كده، تسقيه من كل الحاجات تعالى كده التخصص بتاعك مش عايزك تقوله دلوقتي، تشرب شوف كل حاجه وتشرب وخد قرارك وانت شايف، لان انا ما اقولوش النهارده قبل ما تجيلي شوف، ولما يبقى عندي جوه الكليه اقول له ما تشوفش. صحيح. فانا بتكلم النهارده ان في دور، والدور ده قد يكون دور الجامعات، قد يكون دور الاعلام، قد يكون مشترك ما بينهم، ان قد يكون اولياء الامور، ان لا وري ابنك وبنتك الدنيا واديهم معايير اختيار وهم شطار قوي وهيعرفوا ياخدوا قرار قوي. وده تدريب لهم ان في حياتهم كلها على كيفيه اتخاذ القرار. تمام، خلاص استاذنكم هطلع فاصل قصير جدا، فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني اعتقد انه الجوله الاولى من الحوار كان فيها شرح لما لدينا من مناهج او برامج جديده ونصائح للاسر المصريه وأولياء الامور ان ندي مساحة ونحترم اختيارات ولادنا وامكانياتهم وامزجتهم. وكليات القمة ده مصطلح يجب ان يختفي ويحل محله كليات القمة لكل واحد فينا كليات قمة بتخصه. يعني اعتقد دكتور شريف الهدف النهائي زي ما كنت بتكلم في الفاصل هو الوصول الى دولة رقمية، تحول رقمي. العالم الأمية دلوقتي أمية في الذكاء الاصطناعي مش في الرقمية، كمان ده هندخلنا في قصة تاني خالص. السادة المتحدثين الخبراء اتكلموا على في منتج عندهم وفي خريجين عندهم بدأوا يخشوا سوق العمل. كيف ترى الصورة من أعلى نقطة بتلسكوب بتبص على التعليم في مصر رايح في اتجاه فعلا ان احنا نغادر التعليم الخامل والتعليم الكلاسيكي ونروح للتعلم؟ يعني اللي حضرتك بتقول عليه ده هو احنا خدنا فيه كورس من حوالي 30 سنة في جامعة عين شمس اللي هو learning by experience، وكان علامات استفهام كبيرة جدا ان احنا محتاجين اللي هو التعلم، يعني ان هو التعلم الذاتي، التعلم بالخبرة، وكان محتاج كمية امكانيات كبيرة جدا توفرت
هذه الأيام؟ توفرت هذه يعني من كم سنة، من يعني من أول ما اتعمل الإنترنت واتعمل الإمكانيات الكبيرة جدا لبنوك المعلومات وبنك المعرفة المصري وكتير جدا من الإمكانيات على المنصات الرقمية، فيها معلومات كبيرة جدا، ففيها كمية تعلم ذاتي للطالب اللي هو في ثانوي في إعدادي قبل ما يخش جامعة. فحضرتك يعني داخل على جيل مختلف إطلاقا على الطريقة اللي احنا اتعلمنا بيها. لو حضرتك بتتكلم على التحول الرقمي على المستوى الحكومي، فهو في نسبة عالية جدا متطبق في حتت كتيرة جدا. احنا عندنا الوزارات كلها دلوقتي عندها الخدمات بتاعتها كلها بتقدم إلكترونيا. مكتب التنسيق نفسه اللي في الجامعة الإلكتروني في حاجة كان بيجينا ورا بقى ويلزق بقى بالظبط. حياتك خش أي بنك، وده قطاع مهم جدا، هتلاقي الخدمات بتاعته كلها خلاص شمول المالي. خدمة القصة دي صحيح بالظبط يا فندم. فهو احنا ناقص بس آخر 100 متر في التحول الرقمي، انه المؤسسات المميكنة والمرخمنة دي تشوف بعض على قاعدة بيانات الدولة بقى. هنا دي بقى دي تساعد جدا على حوكمة النظام. يعني احنا عندنا كل جامعة فيها كليات، الكليات دي كل كلية فيها سيستم او فيها نظام رقمي لإدارة العملية التعليمية مع الطلاب مع الأساتذة، بيتجمع كله على مستوى الجامعة، بيتجمع حاليا على مستوى الدولة كلها بالضبط كده، بحيث ان حضرتك محتاج اي تقرير. الإدارة هي علم معرفة، يعني لازم تعرف تقيس الأول عشان تقدر. وما لا يقاس لا يضار بالضبط كده صحيح. ولا يضار ولا يمكن التحكم فيه صحيح كمان صحيح. فالمهم ان انا اقدر اتحكم، هو ده الغرض من الرقمنة في الاخر، ان انا اقدر اقيس بسرعة، اشوف قدامي صحيح، اتحكم، اعرف نقاط الفشل، اعرف نقاط النجاح، اعرف اتحرك من نقطة لتانية. فيعني احنا يعني على المستوى الكبير جدا اقدر اقول لحضرتك كل كورس عندنا في الجامعات بتاعتنا موجود بشكل جزئي او كلي، موجود بشكل كبير جدا على منصات رقمية عالمية، وجامعات فاتحة الكورسات بتاعتها. فاصبحت الدنيا مفتوحة لدرجة يعني قد تكون مرعبة، لان في تعبير يقال في تعلم ذاتي ولكن كمان يشرب من خرطوم الحريق. يعني لو ما قدرتش انك انت يعني تلم المعلومة مظبوط هتغرق، لانك انت مطالب لتحقيق هدف معين في وقت معين، فده حمل على الطلبة زيادة. يعني انا حضرني يعني الدكتور أسامة واحنا لسه هنا هوت قبل ما نخش هنا هوت، فبيقول انا مضطر ان انا قبل ما اخش، ودي كانت حاجة جميلة جدا من استاذ جامعة طبعا، كل سنة ان انا اذاكر 3-4 كورسات جديدة علشان ابقى اسرع من الطلبة بتوعي. فدي جايه منين يا فندم؟ جايه من الرقمنه وجايه من الديجيتايزيشن، يعني التعليم المستمر بالظبط، تطوير تحديث ابديت للمعلومات بتاعته بالظبط كده. فهي يعني واحنا شئنا ام ابينا، اذا كنا تاخرنا قليلا فيعني الجيل الجديد ده هيلحق. وبعدين انا عايز اذكر حاجه لحضرتك برضو، عشان حضرتك ذكرت دوله اخرى فيها الرقمنه بشكل كبير، وانا اقول لحضرتك احنا التعليم عندنا افضل منهم مليون مرة، الخريج بتاعنا اعلى منهم مليون مرة، وده من واقع سوق العمل واحتكاكنا بجودة الخريج بتاعهم. بالرغم ان هم مشهورين بصناعة البرمجيات في العالم كله، ولكن الخامة المصرية في هذا المجال اقوى بكتير قوي. مش عارف صنعها ليه، الكم بتاعنا هو اللي ضعيف، هم عندهم كم كبير، 5 مليون مبرمج قاعدين بره بالظبط، عندهم ملايين المحاسبين بره، احنا عندنا الاف فقط، هم عندهم فعلا ملايين. ولكن النوعيه بتاعتنا المهندس المصري الراجل اللي هو معاه بكالوريوس حاسبات ومعلومات، وانا مش عايز حقيقه اتكلم عن هندسه بس، لان يعني البرنامج ماشي وسعت طبعا يعني، لكن تعال نتكلم حضرتك على التخصصات الانسانيه تاني، قدامهم قد ايه مكتبات كانت صعب جدا، لازم
الراجل اللي بيدرس اداب ده محتاج انه يروح كم مكتبه عشان يطلع على اللي هو عاوزه دلوقتي. يعني بيقول عليه اللي هو عند اطراف اصابعه كميه كتب صحيح. فالهاوي فيهم. وهنا الجامعه دي دورها، الجامعه غير المدرسه، الجامعه توفر امكانيات حتى يتعلم ذاتيا، وحتى ينقل استاذ الجامعه خبرته الذاتيه الخاصه للطالب، وليس ان هو يقرا لهم من الكتاب بالظبط كده. فهو دور الطالب ايه بقى؟ ان هو يشتغل لوحده، ان هو يزيد لوحده بغض النظر عن يعني حد، يعني لو هو بيهوى القانون عنده، تخيل حياتك جميع مصادر القانون في العالم كله هتبقى قدامه، عنده قضايا ممكن يقعد يقرا فيها وهكذا. فيعني انا بركز اكتر حقيقه على النهارده، يعني عايز اوجه الناس ان الاختيار الاول لو فات، اختيارك الاول لما تحب فات، فده مش نهايه الطريق خالص. شوف الاقرب ليه بعد كده، ولو حبيته وهويته وتعلمت فيه ذاتيا ومارست معاه رياضه وطلعت من الاربع خمس سنين دول انسان قوي جسما وعلما وخلقا، يبقى انت بنيت نفسك استعداد لاربعين سنه خمسين سنه لا نعلم اطلاقا ايه اللي هيحصل فيهم. صحيح. دكتور اشرف، اعتقد انه جامعه قناه السويس، جامعه السويس انا اسف، من الجامعات القديمه، اعتقد ان الجامعه فيها زي ما حضرتك تفضلت مناهج حديثه وغير نمطيه، لكن باطلال على الجامعات المصريه الحكوميه، احنا لنا تقدير ولنا عمليه تقييم كانت محبطه في فتره من الفترات، ومؤخرا بدات الصوره تتضح انه لا، احنا عندنا جامعات تقدر تنافس وتقدر تتماشى مع المتطلبات الدوليه ان هي تبقى جامعه مرموقه ومعترف بيها. ايه اخبار جامعه سويس؟ الحقيقه دي فرصه ان حضرتك فتحت موضوع مهم جدا وهي التصنيفات العالميه للجامعات المصريه. يمكن على سبيل المثال جامعه السويس انشئت سنه 2012، يعني ما كملتش 12 سنه تقريبا. تخيل حضرتك ان احنا دخلنا تصنيفات عالميه رغم حداثه الجامعه. على سبيل المثال تصنيف افضل 2000 جامعه على مستوى العالم دخلت فيها جامعه السويس، تصنيف ستانفورد دخلت فيه جامعة السويس، تصنيف التايمز البريطاني. ويمكن احنا كجامعة في مثلا 28 جامعة حكومية، احنا في كثيرا من التصنيفات مصريا حتى بنبقى رقم 15 او رقم 16 رغم حداثة ده. طبعا بيرجع لحاجات كتير جدا، بيرجع لنشر الابحاث العلمية في المجلات الدولية المصنفة كيو 1 وكيو 2 وكيو 3 وخلافه. ده اللي بيرفع من التصنيف لما نعم مش فقط النشر الدولي، ده جزء من الحاجات، جزء محددات كتير من ضمن المحددات طبعا. من المحددات المهمه اللي في جامعه السويس الحقيقه هي خدمه المجتمع، يعني كيف تخدم المجتمع الصناعه. ده موضوع مهم جدا، لان حضرتك عارف ان منطقه قناه السويس او السويس بالتحديد فيها مناطق صناعيه طبعا. وكميه من المصانع عاملين بروتوكولات كتير جدا مع الصناعه. ده الحقيقه بيؤهلنا او بيزود المعيار بتاعنا، ده في قلب المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس بالظبط. ده الحقيقه بيعلي المعايير بتاعنا زي ما حضرتك قلت. الحاجه الثانيه اللي عايز اقول عليها وجود بعض الكليات الغير نمطيه، ده برضو معيار من المعايير اللي مش موجود في مصر، هندسه البترول والتعدين او ثروه سمكيه. ده لا، انا منبهر بالحاجات دي. وان شاء الله في يعني مشروعات كبيره هتفيد مصر عموما ومنطقه قناه السويس في الفتره اللي جايه باذن الله. انا بس كنت عايز ارجع فضل لنقطه التخصصات ايضا، وازاي ان ده بيؤثر على الطالب في اختياراته دلوقتي. عايز بس اقول ان الخبراء اللي معانا النهارده الدكتور أسامة والدكتورة ومعالي الوزير قالوا كلام جميل جدا. أنا بس عايز ألفت النظر إلى أساسيات كل هذه التخصصات من ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني وخلافه، هي العلوم الأساسية وهي الرياضيات والفيزياء بصفة أساسية.
انا جيت الحقيقه البنيه التحتيه للعلوم. نعم لو ما كانش ده موجود الحقيقه مش هيبقى فيه، ويمكن الدكتور اسامه يعرف هذا الكلام. المشكله ان في هجره من المتخصصين في الرياضيات والفيزياء الى الخارج. انا جيت اشوف مجلس الجامعه، اشوف الناس اللي متقدمه الاعارات، حبيت اشوف التخصصات، لقيتهم كلهم فيزياء ورياضه، فيزياء ورياضه. ده بيعمل عندي مشكله. اولا هجره هذه التخصصات، انا مش هيبقى في عندي اساسيات لهذه التخصصات بعد كده. الحاجه الثانيه حضرتك ان احنا عايزين ننمي قدرات الطالب على استيعابه للرياضيات، لان بقت في ازمه كبيره في مصر، الخوف من الرياضه. الناس بتروح ادبي بتهرب من الرياضه، بتروح علم علوم بتهرب من الرياضه، وبيجي يتكدس عدد من طلاب علم علوم وتسيب مكان صغير لعلم الرياضه. لذلك النهارده كليات الهندسه مش لاقيه طلاب. الاعداد اللي بتلتحق بكليات الهندسه دلوقتي ده قليل جدا، يمكن علم علوم مش عايز اقول لحضرتك اربع اضعاف اللي بيدخل علم الرياضه. لذلك انا بقول ده معلش يا دكتور يعني شاركوني يا جماعه والنبي، لانه الموضوع ده خطير جدا. في امريكا عاملين بلوه هناك، مجتمع في خطر وامه في خطر، عشان لقوا الروس يعني متفوقين عليهم في الفيزياء والرياضه. فاعتقد الموضوع ده مش موضوع، لا ده موضوع يمس المجتمع جدا وثقافته طبعا، والموضوع ده خطر يمس الامن القومي، لانه التعليم ده امن قومي. اتفضل يا دكتور. فانا بتوجه من خلال برنامج حضرتك المهم جدا، ان احنا عايزين نهتم بتعلم وتعليم الرياضيات منذ من الكي جي، حتى مش هقول لحضرتك من مثلا دخول الجامعه، لا انا عايزين نعمل برامج حديثه تحبب الطالب في الرياضيات، تخلي الطالب تجذبه وده مش حاجه صعبه، يعني ده مش موضوع صعب جدا. بالعكس على فكره الرياضيات، انا كنت مثلا علم رياضه وكنت داخلها علشان ما بحبش احفظ. اللي بيفهم رياضيات ويستوعبها جيدا بتوفر عليه مجهود، ويمكن اساتذتنا الافاضل يعلموا هذا جيدا، لانه بيعتمد على المهارات، بيعتمد على التفكير، ودي اوريدي موجوده فيه. فاحنا بنستثمر عقول الشباب الصغير. لكن الحقيقه احنا لو جينا نبدا مشكلتنا الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي و و و هتستغرب ان انا بتكلم على طريقه تدريس الرياضيات والفيزياء اللي هي مسببة مشكلة حتى الآن في الثانوية العامة. فدي أساسيات عايزين نحد من هجرة شبابنا المتمكنين في الرياضيات والفيزياء، دول ثروة. ويمكن معروف أي جامعة حديثة بتنشأ في مصر أول كلية بتنشأ فيها هي كلية العلوم طبعا، لأنها هي اللي بتوزع بعد كده، بتفرخ هي اللي بالظبط صحيح من دراسة فيزياء وكيمياء ورياضيات وخلافه. العلوم الأساسية. العلوم الأساسية يا فندم في خطر. في خطر. خلينا نقول كده، العلوم الأساسية في خطر. الأساس واهي. احنا عايزين نثبت الأساس. والله ده خوفتني يا دكتور. الموضوع ده شاغلني والله. قريت على في الولايات المتحدة الأمريكية هم بيتكلموا على التعليم، وقالوا الأولاد مزاجهم مزاجيتهم بتميل بعيدا عن الرياضيات والفيزياء. نعم. عكس الطالب الروسي، وده خطر جدا. هذا نقص. انا اقول لحضرتك مثال قبل ما انهي الكلمه بتاعتي. يمكن انا ده تجربه شخصيه، بنتي وهي في ثالثه اعدادي لقيت جالها درجه سيئه في الهندسه، سيئه جدا. بنت مهندس. بنتي فقعدت قلت لها طيب، انا بقى شرحت الرياضيات بطريقه مبسطه. البنت دخلت علم رياضة ومن العشرة الأوائل دلوقتي في كلية الهندسة. ربنا يبارك. أنا بقول لحضرتك مثال بسيط، تبسيط الرياضيات وتبسيط العلوم سواء فيزياء أو كيمياء أو حتى البيولوجي الأحياء، ده بيسهل، ده أساسيات. أنا مش عايز أبدأ من قمة الهرم، أنا بتكلم وانسى الأساس، قواعد الأساسية بالظبط كده. إذا أرسيت هذا الأساس بقى عندي قاعدة متعلمه كويس جدا فيزياء رياضه كيمياء، تاكد ان هذا الشباب هيطلع يدخل كليات الهندسه وكليات الذكاء الاصطناعي والمعلوماتيه وخلافه متمكن جدا. دكتوره هيك تسمح لي انا يعني بايد جدا اللي الدكتور اشرف قاله الحقيقه، يعني والعلوم الاساسيه هي علوم وانا مؤيد انا كمان، بس ازاي بقى ده المهم. انا ما اعتقدش انها المشكله في المناهج، انا اعتقد هو اسلوب التدريس زي ما الدكتور اشرف تفضل وقال،
ويمكن ده يرجعنا احنا كمسؤولياتنا في الجامعات، يعني مش بالنسبه لنا انما الجامعات اللي هي اللي فيها كل التخصصات وهي كليات التربيه، ازاي بعلم المعلم وبأهل معلمين قادرين ان هم يدرسوا المناهج دي بالاسلوب الصحيح، لاني حقيقي اساسيات رياضيات حتى الفيزياء والكيمياء يمكن علمي علوم وعلمي رياضه، انما حضرتك الرياضيات حتى في ادبي لازم بياخدوها، بس بياخدوا يمكن لمستوى معين، بس لازم ياخدها ويحبها لانه هيستفيد منها في حياته. هو لو حبها مش هيخش ادبي، او حتى أنا لو خش أنا بقول اللي بيخش ادبي، يعني معظم الناس خلينا برضو واضحين جدا، اللي بيخش ادبي بيختار ادبي لخوفه من الرياضيات وليس لحبه في الانسانيات في العلوم الانسانيه يعني فدي برضو محتاجه حتى يكون الاختيار انا اختيار حر، انا بعرف ده وبعرف ده لكن بحب هذا الطريق هنجح فيه بالتاكيد. اتفضلي انا اسف في المقاطعه. لا لا اذا حضرتك كمان سمحت لي، حضرتك كنت قلت نقطه التعليم التقليدي او التعلم باسلوب مختلف، ودكتور شريف تفضل. لا احنا عايزين ننتقل من مرحله التعليم الكلاسيكيه الى مرحله التعلم. ايوه وده الاهم لانه احد ادوات التعلم هو التعليم، مش بس التعليم في حاجات ثقافه و بتعمل في الاخر التعلم، فالتعليم هو رافد واحد من روافد عديده للتعلم. تمام انا هتكلم على نقطتين احنا مرينا بيها كتجربه، لاني كان من ضمن القواعد اللي اتحطت لنا في انشاء الجامعه ان نبقى في اتفاقيات مع جامعات دوليه مرموقه ونعمل زي توأمة للبرامج الدراسيه بتاعتها، وبالفعل نجحنا ان احنا نعمل دي مع كبرى جامعات عالميه، يعني جامعات معترف بيها ومعتمده عالميه فندم، وجامعات مش وهميه. لا لا يا فندم، يعني انا بس مش عايز اذكر الاسم عشان ما يبقاش دعايه ليها. جامعات محترمه وشهادات محترمه ويبقى كله تمام. قرار يعني جمهوري وقرار وزاري. ايوه انا عايز كده عشان انا رايح بقى نراعي عند الدكتور ريم في جامعه مصر للمعلوماتيه، فبالتاكيد لازم ما افكرش ده انا بقى كل حاجه تمام. لا طبعا. يعني بالنسبه للهندسه متفقين مع جامعه بيردو مثلا واسلافايات في امريكا، دي رقم 4 في الهندسه على اليو اس نيوز، فحضرتك انا عايز اتعلم دي اعلى جامعه يعني جات لنا يعني، فده بس على سبيل المثال. لا ده حلو جدا، ده مفيد جدا اعرف انت عامله سيادتك يعني عامله بروتوكولات او توأمه مع مين، يعني احنا لان ده بيرفع مستوانا الاحتكاك طبعاً. هو اللي بيرفع المستوى، ده كان طلب رئاسي ان الجامعات لما بتنشا انها تعمل اتفاقيات او توأمه مع كبرى جامعات عالميه، وبالفعل احنا نفذنا ده، يعني هندسه عملنا مع بيردو واسلافايات زي ما قلت 4 في الهندسه على اليو اس نيوز، عملنا اتفاقيه بالنسبه لعلوم حاسب او اللي هو زي حاسبات او ذكاء اصطناعي مع ميناسوتا توين سيتيز، دي رقم 34 في علوم الحاسب، بالنسبه للتكنولوجيا الاعمال اللي هو هذا الخليط عملناها مع جامعه اوتوا تلفر سكول اوف مانجمنت او اللي هي كليه اداره الاعمال بيسموها تلفر في اوتوا، دي رقم من 1% جامعات على مستوى العالم اللي هي واخده بيسموها التريبل كراون او اللي هو الاعتماد الثلاثي التاجي، فاحنا بنتخير يعني، بس هي اهميه التجربه دي اللي انا عايزه اقولها ايه، ان احنا عملنا توأمه بين البرامج الدراسيه بتاعتنا وبتاعتهم بحيث ان احنا بنطبق او بننقل برامجهم عندنا هنا، ثم بنمصر بعض الحاجات والتمصير هنا باضافه بعض المقررات اللي هي مطلوبه عشان طالب الثانوي اللي جاي لنا مختلف عن طالب الثانوي هناك، فهنا برضو احنا محتاجين نزود بعض المقررات. معلش هقف عند دي وسامحيني، الطالب الثانوي هناك عندهم والطالب الثانوي عندنا المقارنه بينهم رايحه فين؟ هو انا ايه اللي واقع مني وانت بتحاولي تعالجيه بتمصير بعض المناهج؟ احنا ابطا شويه، هم متقدمين شويه عننا الطالب، فبيدخل جاهز اكتر للجامعه، فاحنا بنضطر ان احنا أكتر؟ نضيف فاحنا بنضطر ان احنا نضيف بعض المقررات وناكد على حاجات هو ممكن يكون واخدها في الثانوي، زي بالنسبة للفيزياء والرياضيات وحاجات زي كده برضو احنا بنأكد عليها تاني في الجامعة بطريقة اعمق وبطريقة اوسع، الكلام ده ما بتحتاجوش في الخارج، بس الحقيقة اللي يهمني ان المقرر الواحد يبقى عندنا نفس المسمى هنا ونفس المسمى هناك، انما لما بنبص على المنهج الدراسي هو تقريبا مرة ونص المنهج الدراسي اللي بيدرس في جميع الجامعات المصرية. أنا جاية من جامعة القاهرة، فأنا كنت بدرس في جامعة القاهرة، حضرتك إحنا بنتكلم على كمية ضخمة من المعلومات ومن التدريب العملي،
فاحنا الحقيقه ما قدرناش نستوعب في الاول معقول بيدرسوا كل ده في الفصل الدراسي الواحد للمادة الواحدة. ولما اتكلمنا معهم بالتفصيل أسلوب التعليم عندهم بقى مختلف. هو الطالب أصله جاهز من أنه مش محتاج أن حد يلقنه. هم هناك ما بيلقنش، ما بيجيش يدرس، هو بيبقى هو الطالب عارف المنهج وعارف الدرس اللي جاي ايه، وبيروح يبحث عنه ويذاكر هو في المراجع المختلفة والمنصات المختلفة العلمية، والأستاذ بس والأستاذ بيجي يناقش ويزود ويعمق الفهم ولعندهم أسئلة. فتدريس مختلف تماما، وبالتالي يقدر يجري بالمنهج، لانه ممكن يجي على بعض الحاجات ويخلص دي اسهل من انه الطالب بيدرسها لوحده، فيا جماعه دي كمان ادرسوها. فهو بيديهم مراجع وبيسيبهم كمان يدوروا على مراجع بنفسهم، مش مراجع كتاب كده، المراجع اللي هو الكترونيه طبعا. ويدور ويجي يناقش ويتاكد انهم فهموا الماده العلميه دي بالشكل الصحيح. في الحاجات اللي صعبه هو اللي يشرحها، انما بقيه الحاجات هو ما بيشرحش، فهو بيعدي. احنا طبعا ما بنعملش كده، احنا لازم نقراها عنصر عنصر ونطلع صبوره، احنا بندرس بالتفصيل. فالطالب جاي عندنا هو مستعد لانه يدرس بالتفصيل. لو انا عملت بنفس اللي بيحصل في امريكا ولا في كندا الطالب هيوع مني. يبقى احنا عايزين تجهيز لهذا الطالب بهذا الشكل في الثانوي، في الثانوي وعندنا يمكن في البدايه في اول سنه نجهزه لهذا ثم نجري بيه. فده موضوع مش سهل، فاحتاج منا جهد. والحقيقه الدكاتره يعني عندنا بيجتهدوا جدا عشان يوصلوا الطالب لهذا. الحمد لله احنا نجحنا يعني، والدليل على النجاح ان في طلبه عندنا بياخدوا دلوقتي مقررات حتى مع الجامعه الاجنبيه وبيطلعوا بياخدوا امتيازات. يعني هم بيسبقوا الطلبه بتوعهم يعني هم بيسبقوا الطلبه بتوعهم، وده متاح، وده يؤكد تاني ان الطالب المصري مجتهد مثابر مخه نظيف، هو خامه كويسه، هو حضرتك بس عايز حد يستخدمه صح. ونأهله ونحطه على التراك زي ما بنقول، او نحطه على معلش انا اسف يا دكتوره، هو الجامعه جامعه مصر للمعلوماتيه هل فتحت الباب لغير مصريين يتعلموا فيها؟ هي مفتوحه طبعا، مفتوحه، دي مهمه جدا جدا، دي هتبقى حاجه اعتقد ان شاء الله، وخاصه مع الاتفاقيات برضو الجامعات الدوليه، لان لما يبقى الغير مصري وعايز يعني مثلا لو بنت جايه من دوله اخرى ممكن ان هو يبقى اسهل لهم ان هم يجوا عندنا كام سنه، ويمكن لما تستقر وتكبر تروح اخر سنه للجامعه الاجنبيه وتبقى اخذت الشهاده بتاعتنا وشهاده الجامعه الاجنبيه. كده حضرتك ضمنت برضو ان هي في محيط، احنا برضو المحيط المصري والثقافه المصريه يعني بتعتني بالناس وبتحضنهم بشكل كويس. دكتور اسامه، بس حضرتك بتوصل لي بالخلاصه بتاع اساتذتنا الافاضل كلها يعني، فليا كومنتات كده بعد اذن حضرتك على الموضوع. وهبدا من اللي تفضلت بيه استاذتنا الدكتوره ريم، الجزء الخاص بيه ان الطالب بيجي جاهز وطريقه التعليم بره وطريقه التعليم هنا. انا شايف ان احنا عندنا مشاكل، اعتقد ان اي وزير تعليم او تربيه وتعليم انا اقصد يعني موجود جه في العصور اللي فاتت كلها قابلها، كثافه الفصول وعدد المدرسين القليل وانتشار كذا كذا، وان حتى الفصول بقى في احنا عندنا في اماكن في مصر طبقا للخريطه اللي معموله للتعليم في مصر الطالب بيوصلها في 55 دقيقه مشي، يعني الفصل مش جنبه حتى يعني. فالنظام اللي اتعمل في الدنيا كلها، الدنيا جريت بره بفيزز للاديوكيشن اتسمت اديوكيشن 3 واديوكيشن 4. والإديوكيشن 3 حتى انا ما بتكلمش عن 4 اللي دخل فيه الذكاء الاصطناعي دلوقتي، خلينا في 3 حتى، ان اللي دخل فيه الاي سي تي او انفورميشن تكنولوجي او انفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي، عمل ايه؟ عمل الفصل المقلوب. انت النهارده مش عايز تيجي المدرسه وكارهها وجاي والدروس كذا كذا، طب انا هدي لك كل الحاجه في البيت اونلاين حصص وكذا، وهعمل لك الاكتيفيتيز والانشطه والمناقشات اللي تفضلت بيها دكتوره ريم جوه الفصل، تعالى لي بالواقف معاك واللي انت عايز تناقشه وعلمك جوه، واديك كل الكورسز وانت قاعد في البيت، فانا وفرت مساحه، وفرت كذا، وفرت كذا، قلبت الدنيا، غيرت شكل التعليم. عندنا بنيه رقميه دلوقتي، وحضرتك اتكلمت عن التحول الرقمي. هو التحول الرقمي ايه اللي مأخره في مصر؟ هل ان البنيه التحتيه عندنا سيئه؟ بالعكس، بقت ممتازه جدا دلوقتي، الفايبر لف في مصر كلها. بقى عندنا مراكز بيانات محترمه جدا، وبيتعمل في العاصمة الإدارية دلوقتي مراكز محترمة ما حصلتش، والقديمة اللي في القرية الذكية وفي منطقة التكنولوجيا حكاية.
طب امال ايه المشكله عندنا؟ حاجتين. الحاجه الاولانيه البيزنس رولز. يعني ايه؟ يعني انا لما باجي ابرمج واعمل انظمه تدير الدوله لازم الانظمه تو اوبي او هي اللي تطاوع شكل اللوائح المختلفه الموجوده عندنا. احنا عندنا مثلا جامعات في مصر، اتحدى لو في جامعه شبه الثانيه في اللوائح، اتحدى لو في كليه شبه الثانيه جوه الجامعه في اللوائح. ولازم حضرتك تفصل بدله اللي هي السوفت وير، وبعدين البدله دي لازم تبقى على قد اللي كمه طويل واللي رجله طويله واللي جاكيت واسع وتبقى على قد الكل، ده امبوسيبل. فلازم قبل ما تبدا تمايكن تبدا تحط قواعد موحده، ده رقم واحد. رقم اتنين، الميكنه اساسها ايه؟ بني ادمين قايمين على الميكنه. طب الميكنه كلها بتتم فين؟ في القطاع الحكومي. القطاع الحكومي بقى له قد ايه معينش؟ 13 14 15 سنه. شيخ شيخ شيخ. والنهارده لو عينت في ناس من الاي تي بالحد الادنى للاجور 6000 جنيه هو بره مرتبه 17 18 19 عمره ما هيروح للحكومه. فحضرتك بتميكن في قطاع ما فيهوش الناس اللي هيميكنوا. تمام. الحاجه الثانيه زي ما حضرتك تفضلت وكنت بتقول للمعالي الوزراء، ان لما بميكن اي حاجه في الدنيا في حاجه بتتعمل الاول اسمها الجي تو جي، جوفرمنت تو جوفرمنت او الانتربرايز باس سيستم، اللي هو بيربط كل الناس دي ببعضها عشان يكلموا بعض الاول، عشان لما مايكن ما دخلش كميه بيانات كبيره قوي. يعني انا لما اجي ادخل في التعليم العالي وبيانات قواعد الاحوال المدنيه عليها كل حاجه في الدنيا، ما انا ممكن الرقم القومي اللي هنا اللي هنا اللي هنا زي ما احنا عاملين دلوقتي فيسبوك معاه وخلص بالظبط. زي ما احنا دلوقتي عاملين، انا باخد البيانات من مكتب التنسيق كل سنه مانوال وابدا ارفعها على انظمتي جوه الكليات مانوال. طب ما انا لو رابط مع مكتب التنسيق الطالب اللي ايه اللي يمنع؟ ما هو ده اللي كل واحد في حتته ومش عارف يمنع ان يتعمل حاجه الاول قوميه اسمها انتربرايز باس سيستم، اسمها العلمي كده، او يعني ماسوره الربط الكبيره اللي هتربط البيانات بتاعه الدوله ببعضها. ومعروف ان كل الاماكن اللي في الدنيا هو الرقم القومي اللي بيربط كل حاجه ببعضها كاداه اساسيه، لان ده كمان في مجرم عندنا انه يعلم في مصر. يعني لو واحد اعلن اسم بني ادم ومعاه رقم القومي ده يتحاسب قانون، لان ده كي ما يطلعش. فانا بتكلم على الاجزاء دي على ان الرقمنه محتاجه ان يتبص لها بشكل كويس قوي، ان انا احط لها الانيبلرز او الممكنات. دايما اي حاجه عايز تنجحها حط لها الممكنات الاول. عندك بنيه تحتيه رائعه استثمرت فيها جميل، حط بقيه الممكنات عشان تنجح وتكمل. الحاجه اللي حضراتكم برضو تفضلتوا بيها هو جزء اللي تفضل بيه مع الوزير اللي خاص بالرياضيات والكلام ده كله، الفيزياء والرياضيات، الفيزياء والرياضيات وكل العلوم الاساسيه. انا لاحظت ان الشكل زي برضو ما تفضل الدكتور ريم، ان الشكل اللي بيتعلم بيه الناس او بيتم غير جاذب، غير جاذب ومش تطبيقي. هو بيديله دي وخد دي، بتعمل ايه مش مهم كذا مش مهم. انا بيجي لي طالب، اكتر حاجه الطلبه درستها في ثانوي في الماثيماتكس او في الرياضيات ايه؟ تفاضل وتكامل. درسوها كام سنه؟ اساله هو يعني ايه تفاضل؟ طب يعني ايه حتى اسم الكورس، اسم المنهج اللي بتدرسه؟ طب يا حبيبي انت لما كنت في احطه في اطاره حتى يعني انت يا حبيبي انت ما دخلتش في التفاضل وعرفت كنت بتجيب بي نقطه قمه وقاع، ما كنتش بتفاضل ما بين النقط عشان تجيب نقطه مفضله في حاجه؟ طب ما كنتش بتكمل النقط جنب بعض عشان تجيب بيها طول منحنى متكامل؟ ما يعرفش هو بيعمل ايه، يعني عمره ما حتى عرف الغرض منه. العام الخط العريض العنوان العريض مش عارف التدريس، هو خده اعمل دي اعمل دي الخطوه دي توصل لدي، ده مش شكل تعليم. وعشان كده حضرتك تفضلت وقلت التعلم بقى. احنا النهارده في عندنا جامعات اتعملت باسم التعلم والناس مش عارفه ان يعني جامعه من جامعات الاهليه اسمها الجامعه المصريه للتعلم الالكتروني مش التعليم، اسمها ايه؟ غلط طبعا دي اسمها، لا ده هو دلوقتي عايز يعمل فيها ايه؟ عايز ان الناس تتعلم ذاتيا، عايز يوصل منها لده، وده المفروض برضو دور للجامعات. يعني هو زي ما بقول لحضرتك احنا بنطلع نتعلم على كورسيرا وايدكس ويوديمي وي بره، وعلى فكره احنا بقينا نستفيد دلوقتي من ان مصر بقت تصنف من الدول اللي ممكن وضعها الاقتصادي مش قوي، فمحطوط لنا احنا في مصر جنب كل الكورسات دي فاينانشال ايدز. يعني الكورس ده 8500 دولار لو انت عايز تدخل تاخده ببلاش اتك على فاينانشال ايدز، اما بتلاقي يلاقي ايميلك انك من مصر بيبعت لك بعدها بخمس ايام خده ببلاش. دي معلومه محدش يعرفها كتير، لا دي انا اللي بدرس عليها كده، انا اهو انا عامل كلنا دكتور محدش يعرف يعني كل الكورسات جنبها كلمه فاينانشال ايدز بنتك عليها ونبعت ايميل
بيعذبك شويه في ماله شويه بيانات مش انت هتاخد ببلاش طبعا مفهوم يعني مش ويرد عارف. عليك بعدها بخمس ايام خد الكورس فري بمحتواه بفيديوهاته بامتحاناته بكل حاجه في الدنيا وده مفتوح لاي حد انا بتعلم كده فانا بتكلم في تعلم ذاتي موجود ومتاح للي عايز فالتعلم لازم يبدا الجامعات بتاعتنا كده في حاجه في التعلم مشهوره جدا اسمها الموكس ماسيف اوبن اونلاين كورسز حضرتك اديني جامعه من الجامعات اللي فيها كل الجامعات اللي في مصر ويمكن مع الوزير رئيس جامعه وعارف ان في قطاع خدمه مجتمع مين من جامعاتنا عمل موكس كده اللي هي حاجه اسمها مفتوحه المصدر فيديوهات مفتوحه المصدر الغرض منها انها تعمل تعليم في المجتمع بدون مقابل وفيديو بقى يعتمد احترافي زي كورسيرا وايدكس ودي من كده يبقى وحده بتنتج فيديوهات زي دي ويبقى لها اهداف تنمويه تعمل شويه حاجات تعلم حرفه تزود دخل تنشر تعليم في حاجه معينه الناس ضعيفه فيها تعمل اويرنس في اتجاه معين هو مش ده دور الجامعات هو مش ده دور من ادوار الجامعات مش ده الكوميونتي اللي موجود ده القطاع ده جوه الجامعات هو المفروض يبقى قايم على ده فكل شق من الحاجات دي كلها ممكن نحط فيه حاجات مضيئه قوي تتعمل من المسميات الجميله اللي حضرتك اثرتها النهارده في اللقاء بس عايزه فكر وعلى فكره هي مش مكلفه وادواتها موجوده عندنا وعندنا في الكليات كليات تربيه نوعيه فيها تكنولوجيا تعليم وعندنا كليات زي المعلوماتيه اللي فيها انتاج جرافيكس وحاجات متقدمه جدا ده انا اصعب كورس بيبقى موجود مع الطلبه بقعد اقعد في بيتنا كده مخمخ اسبوعين ثلاثه اعمله جرافيكس بكرتون العيال بتبقى قاعده على الفيديوهات دي ما بتقومش وبرفعها لهم على منصات التعليم الالكتروني اللي موجوده دلوقتي وبييجوا يقولوا لي شكرا ليه لان اديتهم شكل مختلف غير ان انا قاعد قدامه على السبوره او على الشاشه التفاعليه وشغال في اشكال كتيره بس الفكر وانك تهيئ عضو هيئه التدريس انه يبقى قادر على كده وتديله انه يقعد ما يمشيش ايوه احنا عندنا هجره كمان اساس الجامعه عندي مشكله ثانيه حضرتك انا كنت بتكلم على لسه على كليه من الكليات العريقه اللي بقى لها 20 سنه في احد الجامعات المصريه اللي كانت كل سنه بتعين 5 و6 و7 انا كنت عندهم من اسبوعين ثلاثه عشان اعضاء التدريس كلهم مشوا وبيعينوا 15 عضو التدريس بالاعلان ده احنا انا خايف لو الدنيا مشت كده ندور على مين اللي هيعلم ولادنا لان ادي ناقوس خطر جديد علماء مصر بتهاجر بره عقولنا اللي الدوله صرفت عليهم ملايين في البعثات عشان يجيبوا احدث ما في العلم من بره بيستفيد بيهم دول شقيق انا ما بقولش لا القوى الناعمة المصرية التانية موجودة في طول الوقت ودول لكن انا عايز الخط الانتاج شغال بالظبط ودول فانا بس عايز ايه يعني لازم الدنيا تقل لازم جيل ورا جيل هو احنا النهارده اللي بيقعد منا على كرسي رئيس جامعة ولا كرسي عميد ولا كذا مش بيدور مين اللي هيجي يقعد بعده طبعا ويتنيه مقوم المنظومة بشكل جيد ما هي دي نفس القصة كراسي التعليم ممكن تجيب ناس ضعيفة عشان تستمر ما هو يبقى ده انا فاشل كده تقع يبقى انا فاشل لو عملت كده يبقى انا فاشل انا بتكلم على ما نراه في بعض المؤسسات ان المدير القوي لازم يجيب حد قوي جنبه طبعا المدير الضعيف يجيب واحد ضعيف جنبه فبتقع المؤسسه زي شفنا شركات قطاع اعمال عام كتير جدا بهذا الشكل بالظبط طيب خليني يعني اخد بقى كلمه اخيره من حضرتك انا طلعت النهارده بمشكلتين هيفتحوا علاقتين جداد مشكله العلوم الاساسيه حاجه فتحتها ومشكله اعضاء التدريس احتماليه ان اعضاء التدريس فجاه اصحى انا مش لاقي حد اعلم عيالي لانه بيطلعوا بره لانه بحثا عن حاجات فيها مش اغراءات انما حاجه اساسيه فدول مشكلتين انا معالي وزير التعليم العالي او مجلس الوزراء انا ما اعرفش انا بعرض هذا الكلام في البرنامج قدام الناس كلها كيف يمكن لنا دراسة مشكلة هجرة أبنائنا للعلوم الأساسية اللي هي الفيزياء والرياضيات ده سؤال وعن استفهام مش مرتبطة بسنة عامة مرتبطة بمستقبل أمة الموضوع الثاني كيف أحافظ وأجدد دماء أعضاء التدريس في الجامعات المصرية حتى لا أتعرض لمشكلة إن فعلا يهبط المستوى وأضيع في الآخر دي مشكلة برضو ذات طابع قومي اتفضل دكتور طيب انا هبتدي يعني بالمشكله بتاعه العلوم الاساسيه هي دي مشكله بتخص الجامعات كلها ولا لا بتخص الجامعات كلها تمام. زي بالظبط الدكتور اسامه بيه لما اتكلم طالما مشكله بتخص الجامعات كلها يبقى لازم الناس تقعد وتطلع هي بالحل من عندها حقيقه
ازاي يحفزوا الدراسه يدوا تحفيزات. التحفيزات في نظام التعليم والبحث العلمي عندنا في مصر بتنتج نتائج جيده جدا. المشكله ان الناس اللي بتدرس العلوم الاساسيه مش حاسه بالفاليو اللي احنا واقعين في المشكله بتاعتها دي دلوقتي. احنا في ندره، احنا في احتياج، ومع ذلك مفيش حركه ناحيه، بالرغم ان في الابحاث العلميه القليل منا من يتخصص في الكيمستري، احنا متفوقين في الابحاث العلميه في الكيمياء في مصر، كيميائيين على اعلى مستوى. فدي اتجاه مهم جدا. وبعدين احنا بنتكلم على الدكتور اشرف بيه على والدكتوره ريم على التعليم الاساسي. احنا ننزل لتحت، احنا قاعدين في الجامعه فوق وبناخد كل الناتج من ابتدائي واعدادي، الماتيريال كله جاي لك من التعليم الاساسي بالظبط. كليات التربيه اللي قالتها الدكتوره ريم، ازاي احنا عندنا محتاجين مدرسين ومع ذلك الاقبال ليس بالقوه بتاعه الاحتياج، والجوده بتاعه المنتج اللي بيطلع لغايه دلوقتي مش بالمستوى اللي احنا عاوزينه. يبقى احنا كجامعات المفروض ان احنا نقعد ونحاول نحل. مين بقى دكتور؟ رؤساء الجامعات، المجلس الاعلى للجامعات، لازم يكون في الموضوع ده زي ما بنقول على رأس الاهتمامات، لانه مشكلة فعلا بتقتل التعليم عندنا في مصر. انا مشكلة خطيرة جدا، يعني احنا بنحاول نحلها من المجلس اعلى الجامعات بتوجيه البحث العلمي اكتر والدراسات العليا اكتر ناحية التخصصات اللي هي الكيمستري والماث والفيزيكس. فدي عشان نغطي المشكلة عندنا. لكن المشكلة الاخرى دي مشكلة اللي هي التعليم، كليات التربية، نحفز أكتر، ندي محفزات للناس لدراسة العلوم الأساسية. دي مهمة جدا، جزء منها ممكن يتحل 70% منه. أنا بقول 70% النهاردة من مجلس الأعلى للجامعات، و 30% أرجع بقى ليه، لأن إحنا عايشين مع المنتج ده بقالنا كتير وعارفين نعالج فيه بطرقنا الخاصة في الجامعة، إن إحنا نعالج أي عيب جايلنا مع الطالب. 30% أنا محتاج تدريس العلوم ده هي بطريقة مختلفة، علشان أنا يعني أنا مش عايز أطلع الناس كلها شاطرة في الماث مثلا، ولكن الخطورة عندنا هو أهم من كده بكتير قوي، تحطيم الطالب. إن الطالب اللي بيحس نفسه إن هو مش قادر وممكن العيب ما يكونش فيه، زي الدكتور أشرف بيه لما قال بالظبط إن زميله جايب حاجة وهو لا، دي مشكلة نفسية بتسبب يعني حاجات خطيرة جدا في على مستوى ابتدائي وإعدادي وثانوي. مش عايزين نتطرق لفروق التعليم مع التعليم الأمريكاني اللي هو بيتلافى القصة دي بأساليب خاطئة تطلع ناس ضعفة. شوف حياتك، علشان ما يحطمش الناس في المرحلة الصغيرة دهيت. دي ده شق العلوم الأساسية بالظبط. بالنسبة للشق الثاني اللي هو أساتذة الجامعة، أعضاء هيئة تدريس الهجرة، أعضاء هيئة تدريس اللي بيهاجروا، يعني أنا ليا يحصل لي عملية فراغ. بص حياتك، إحنا يعني أنا ليا رأي واحد، مصر ولادة ودائما ولادة، ويعني القاهرة وعين شمس واسكندرية والمنصورة والمنوفية وأسيوط، كل وسوهاج وقناة السويس كل الجامعات الحكومية دهيت هي معين لا ينضب من الإمكانيات البشرية الخطيرة جدا. إن كان البعض لا يرجع وده حقيقة، فالوضع ده أنا أقول لحضرتك لن يستمر في العشرين سنة الجاية للظروف الثقافية والأيديولوجية اللي بتفرض دلوقتي في أوروبا وأمريكا. النمط ده غير مناسب لينا، هيسبب عدم راحة. المشكلة إن الناس كانت بتجد هناك براهن إنه عايزها هناك ويرجع. أنا عايز ابن الناس، مش عايزه يرجع. أنا بص حضرتك، أنا هستمر في الإنتاج، خريج جيد، وبعون الله إن شاء الله، يعني طالما إحنا شغالين بشكل جيد في الجامعات وإحنا واقفين على رجلنا كويس جدا في الجامعات بتاعتنا الحمد لله،
اللي هيحصل في المستقبل عوامل قوية جدا للفظ الناس دهيت، الناس اللي هي بتفكر انها تسيب البلد علشان امكانيات مادية احسن، عشان اساليب احياء متقدمة يجوز اكتر، ولكن في نواحي اخرى هتخليه ياخد عيلته وياخد اولاده وبناته ويرجعوا بلده عشان يشتغل. فدي عامل انا بسميه عامل تفاؤل بالنسبة لي للمستقبل يعني. لكن ده لا يغني ابدا ان انا اشتغل من جوه، عايز افرخ وعايز اعمل على استمرار التفريغ، مش هنتظر اللي هيجيلي من فرنسا او من امريكا راجع بعد انه حصل صدام حضاري او صدام ثقافي هناك او خلاص تحقق ويرجع هنا تاني، بالتاكيد يرجع يستريح يعني او هيشتغل شغل كده يعني ايه يعني نوع من التسليه. لكن عايز اجيال من الشباب. حضرتك متخيل حد حياك رقم هندسه القاهره، هندسه عين شمس، اللي انا ادري كويس جدا كام معيد التنظيم والإدارة يمنحهم لجامعتي القاهرة والهندسة في السنة؟ 100 في هندسة القاهرة، 100 تقريبا في هندسة عين شمس، ده عدد ممتاز من التخصصات المختلفة. فالمدارس قيس على كده بقى حياتك الجامعات كلها، المدارس يعني ده هي مدارس تفريخ. ويعني أنا في أنت مطمن؟ أنا مطمن تمام. جدا، لأن احنا واقفين على رجلنا في التعليم في الجامعات بتاعتنا كويس. دكتور كلمة أخيرة. وأنا مع معالي الوزير الدكتور شريف، أنا مش هتكلم على دور الدولة الكبير يعني تحدثنا فيه كثيرا، لكن هناك رؤية للدولة. يمكن هذه المظلة اللي احنا فيها دلوقتي رؤية مصر 2030 اللي فيها كل المحددات اللي بنتكلم عليها، رؤية معالي وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور للاستراتيجية الوطنية للتعليم اللي أطلقت في مارس 2023، وتقريبا كل المحاور اللي اتكلمنا فيها النهاردة موجودة تحت مظلتها، من تقسيم الجامعات إلى تحالفات إقليمية، إقليم الدلتا اللي بيخدم الدلتا، إقليم قناة السويس، إقليم شمال الصعيد، جنوب الصعيد. الدولة الحقيقة عملت طفرة كبيرة في العشر سنوات، بدليل إن إحنا النهاردة حضرتك عامل هذا البرنامج لمناقشة قضايا التعليم، وخصوصا الناس اللي داخلة على الجامعات. وأعتقد أن الكونكلوجن بتاع هذا البرنامج إن شاء الله هيكون هناك صدى، لأن أنا شايف أن أساتذتنا الدكتورة ريم، الدكتور أسامة، معالي الوزير الدكتور شريف تحدثوا النهاردة في موضوعات مهمة جدا، بدليل أن الدولة لها دور كبير. احنا في جامعة السويس كان عندنا من 10-12 سنة 6 كليات، النهاردة عندنا 16 كلية في تخصصات نادرة. فانا عايز اطمن الناس واطمن الشباب ان الدولة ماشية في خطى سليمة نحو اصلاح التعليم، وده في خلال 10 سنوات، فما بالك ان شاء الله بعد 5 سنوات او اكثر اكيد هيبقى ان شاء الله في تحقيق لما نتمناه ولما نرجوه النهاردة انا والزملاء الافاضل. دكتورة كنت يمكن عايزة أقول إنه في اتجاه شوية بين الشباب اليومين دول إن الشركات والشركات العالمية بتعين بمجرد إن الطالب أخذ بعض الدورات في تخصصات معينة وإنه مش محتاج شهادة جامعية. يعني أنا مش مقتنعة الحقيقة بإن الكلام ده صحيح، لأنه عمره ما بيدي عمق في العلوم. فكون ان انا اخد بعض الدورات دي هتديني فرصة لبعض المعلومات، انما بدون عمق، وبالتالي مش هقدر اعمل في المجالات لاني مش هبقى عميق كفاية وعندي الخبرة الجيدة لاني اشتغل. فانا بس النصيحة يمكن اللي بقولها لطلابنا الشباب انه لا غنى عن انه يدرس دراسة جامعية على الاقل في المرحلة الحالية، لازم ياخد دراسة جامعية بس يدرس اللي هو يرغب فيه واللي قدراته تسمح بيه، ولازم تبقى متطعمة. وده جهدنا في الجامعات كلها ان احنا دايما بنحدث المناهج وبنطعمها بما يتطلبه او بما يطلبه سوق العمل، فهي مش ما تبقاش تفضل دراسة كلاسيكية ما تتغير. تمام دكتور أسامة. أنا هتكلم عن جزء صغير خالص خاص بموضوع برضو هجرة العلماء المصريين لبر، وأنا هتكلم المرة دي بشكل إحصائي شوية على التخصصات اللي مصر والدولة ولحد فخامة رئيس الجمهورية كان بيتكلم أنه عايز يعزز التخصصات دي في مصر، خاصة تخصصات الحوسبة وتخصصات الذكاء الاصطناعي.
تخصصات ووظائف المستقبل. بالظبط. وظائف المستقبل ده مش كلامنا، ده الإحصاء العالمي دلوقتي صحيح. بيقول إن كل 10 وظائف هيبقى محجوز لهم 8 من ضمن الاتجاهات دي كلها، وكرسيين موزعين على بقية المقاعد، فده بقى كتير قوي على إنه يتقال. صحيح. فبالإحصائيات دلوقتي الكليات دي عددها بيزيد على مستوى مصر، وعدد أعضاء التدريس بالستاتيستكس بيقل. عدد رسائل الماجستير والدكتوراه اللي بتتعمل، هو احنا كنا كام جامعه الاول في الاول خالص قبل الجامعات الخاصه ولا حوالي يعني قبل 10 سنين كنا 40 100 النهارده وصلنا كام؟ 105 تقريبا. يعني 105 جامعه. نعم. عدد اعضاء التدريس هم ونفس نفس المصانع اللي بتصنعهم في جامعه عين شمس والقاهره وكذا هم، فبالتالي انا بقى عندي استهلاك والعرض اقل والطلب اكتر. والطلب اكتر بره مصر، لان نفس العدد اللي بيزيد عندنا بيزيد بره في الدول العربيه. والدول العربيه بتستقطبهم هناك تقريبا ب 14 ضعف الراتب. خير وبركة. تمام. انا بصنع بقى بسرعه طبعا. ده انا بقول انا بس بكفاءه. انا بقول ده ممتاز. ليه؟ ده قوه مصر بره، ده دخل لمصر من بره، ده كل حاجه. بس انا بتكلم زي ما حضرتك تفضلت اجيال. طيب بعين معيد واثنين وثلاثه، بيعمل ايه المعيدين؟ بيعتذروا انه او يستقيلوا. كان زمان حلم كل واحد منا، حلم بتاع كل واحد فينا عايز يبقى معيد. ده كان يعني دلوقتي حضرتك احنا بنوصل في جامعات معينه، ويمكن برضو دكتور رين تشوف ده، ان احنا وصلنا لحد الخامس لما يقبل الاول والثاني والثالث والرابع بيعتذروا. ليه؟ لانه النهارده لما عندهم فرص افضل. اولا هو النهارده هيطلع بره يشتغل باربع اضعاف الدخل من دي زيرو. النقطه الثانيه، هو عنده جداول وعنده اعباء وعنده دراسه بحثيه جنب الاعباء دي كلها، فهيبقى عنده احمال كتيره قوي. الاحمال على اعضاء التدريس مش قليله عشان يطلع حد متميز ومتفرد، لانه باحث اكتر منه معلم فقط طبعا. فالجزئيتين دولت، ومكبل بانه لازم يتنيه يحدث نفسه سنه بسنه ويوم بيوم، لان كل المواد بتاعته. انا كنت بتكلم مع الدكتور اشرف قبل ما ندخل، بقول له النهارده، والدكتور شريف، بقول له 85% من محتوى المواد بتاعنا بيتغير كل 4 سنين. فالراجل ده هيتنيه يذاكر، وتلميذ، واحنا كلنا تلاميذ لحد ما ربنا سبحانه وتعالى بنقابل وجه كريم، تلاميذ. فهيعيش حياته تلميذ طول الوقت، مش هيبطل دراسه، مش هيبطل كذا. عنده اعباء كتيره، وفي نفس الوقت هو شايف ان المقابل قصاد الاعباء دي اقل. فده بيخليه يتسرب من اول السلم. عدد الرسائل المسجله للماجستير والدكتوراه بالاحصائيات على منصات وزاره التعليم العالي والبحث العلمي في قطاع الحوسبه منحنى بينزل. ده احصاء الدوله. ليه؟ لان اللي بيلتحقوا وبيسجلوا رسائل، ما هو اللي بيسجل ده مش بس المعيد، المفروض من الخارج كمان طبعا، لان ده ممكن يكون قدام شويه لما اعمل اعلان بروميسنج ان الدكتور يجي لي طبعا، ده برضو قل. فانا بتكلم ان ده لازم يكون فيه تشجيع لده. معلش انا اسف يا دكتور اسامه، شويه الاحصائيات اللي انت قلتهم اللي هم بالتاكيد يعني اصدق ما يقال بالارقام وبالاحصائيات. بالظبط. واحصائيات الدوله انه المنحنى بدا ينزل بالزبط. في عدد الدراسات او عدد المسجلين للدراسات. مظبوط. وفي منحنى بينزل لعدد اساتذه الجامعه اللي موجودين في كل كذا كذا. مش في مايسترو فوق؟ بس دي كثافه نسبيه، يعني عدد على جامعات. انا فاهم. انا فاهم. مش في، انا ده اللي انا عايز بس اطمن مع الوزير يطمني، مش في عين من فوق بتبص على الاحصائيات دي وبتشعر الخطر، في الارم هنا في الحته دي، ابدا اعالج في هنا كذا، اعالجه بقرار يعني، ولا احنا بنقول لبعض وخلاص؟ لا، هو السبوت هو عند حضرتك هنا اهو، احنا جايين النهارده نحط في سبوت. يعني ايه احنا فعلا؟ ما هو ده دور مهم للحلقه زي كده، ان احنا نحط الضوء ان الجزء ده كده والجزء الاحصائي ده مهم. ما في كليات تانية ممكن ما تعانيش من بده. يعني مثلا كليات الطب في الجامعات المصريه كلها بتعين 100 و100 وشويه، ولما يتسرب من ال100 دول 30 بره، الناس مش هتحس بازمه كبيره. تمام. لكن في كليه لو حطت 4 بيتسرب منهم 4 ازمه. حضرتك بالنسبه لل هجرة أعضاء التدريس، يمكن الناس بتتحايل، يعني لو النسبة ما اكتملتش زي ما قال الدكتور أسامة، الناس بتبدأ تلجأ إلى مرافقة الزوج أو مرافقة الزوجة. صح. ودي أجازة وجوبية، فممكن الزوجة مثلا بتشتغل أي مكان في أي دولة، فهو بياخد مرافقة زوجة
وبيستمر 10 سنوات. فاحنا برضو اجازه مرافقه الزوج او الزوجه يجب ان يعاد النظر فيها وان تقنن، لان ده بيسبب هجره كثيرا من الشباب الباحثين اللي مصر محتاجهم ومستفاد منها في دول اخرى. تمام. يعني خدنا الحوار والحديث والموضوعات والعناوين مهمه جدا، حتى زمايلي بيقولوا لي ده انت خدت نص ساعه زياده بس انا الحوار مهم جدا، وان شاء الله اعتقد لابد من مواصله فتح هذا الملف. انا بشكرك جدا دكتور اسامه عبد الرؤوف عميد كليه الذكاء الاصطناعي بجامعه المنوفيه. شكرا جزيلا لحضرتك. دكتوره ريم بهجت رئيس جامعه مصر للمعلوماتيه، كل الشكر والتقدير. شكرا. الدكتور اشرف حنيجه رئيس جامعه قناه سويس، كل الشكر والتقدير جامعه سويس. دكتور شريف حماد الاستاذ بهندسه عين شمس وزير البحث العلمي الاسبق، كل الشكر والتقدير. شرفتكم. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام انتهى وقتي، نلتقي غدا دمتم في امان الله.